أهلا بكم من جديد. أعلنت السلطات الصحية البريطانية عن ارتفاع كبير لعدد المتوفين بفيروس كورونا في إنجلترا بواقع 367 حالة في غضون الساعات الـ24 الماضية. بذلك ارتفع عدد الوفيات بالفيروس من 1284 إلى 1651 حالة خلال يوم. وكانت الصحة البريطانية أعلنت أمس عن تسجيل ارتفاع في عدد الوفيات بفيروس كورونا وصل إلى 1284، وفي غضون ذلك رصدت بريطانيا 544 مليون جنيه استرليني لتعجيل جهود العلماء والباحثين البريطانيين لاتخاذ لقاح لمكافحة فيروس كورونا المستجد. هاتفيا معنا من لندن الأستاذة عزة الزفتاوي الكاتبة الصحفية. بعد التحية لك أستاذة عزة، كيف ترين الإجراءات الاحترازية المتخذة من قبل الحكومة البريطانية حتى الآن فيما يتعلق بمكافحة فيروس كورونا؟ يعني أعتقد أنه الحكومة البريطانية خاصة عندما أطلقت قبل أسبوع حزمة من الإجراءات الصارمة والتي أكدت فيها على ضرورة بقاء البريطانيين داخل المنازل، وأيضا ضرورة اتباع ما يعرف بالتباعد الاجتماعي وهي المسافة التي تقدر بمترين بين شخص وآخر يسير في الشوارع، أيضا محاولة التركيز على العمل من المنزل. الخروج يكون فقط للضرورة القصوى وهي حددتها في حالة مرضية طارئة أو اشتراء مشتريات ضرورية طبية أو أدوية، أيضا التريض لمدة 10 دقائق فقط مرة واحدة في اليوم. أعتقد أن هذه الإجراءات ربما هناك من يرى أنها تأخرت بعض الشيء، وكان من المفروض أن بريطانيا تقوم بإجراءات الإغلاق قبل أسابيع مضت، ولكن أما وأن هذه الإجراءات قد اتخذت الآن، أعتقد أنه بدأ البريطانيون بالفعل إدراك أهمية الالتزام بهذه الإجراءات. ربما كانت هناك بعض، يعني هل بالفعل يلتزم الآن المواطنون في بريطانيا بكل هذه الإجراءات للحجر الصحي والحظر وإلى ذلك؟ نعم، إلى حد كبير، ولكن بالطبع هناك بعض الفئات التي يعني يضطر أن تخرج يوميا، وهي على سبيل المثال الأطباء، الطواقم الطبية، وأيضا عمال البناء الذين من الضروري أن يقوموا بأعمالهم يوميا. وهناك الآن محاولة لوضع بعض القواعد لضبط عملية خروج الفئات التي تستلزم خروجها في الصباح. طيب، يعني رصدت أيضا الحكومة البريطانية مبلغ هو 544 مليون جنيه استرليني لتوفير أو محاولة البحث عن لقاح أو مصل لهذا الفيروس. ما هي يعني المستجدات فيما يتعلق بهذا الشأن؟ أعتقد أن الحكومة البريطانية تحاول جاهدة من خلال توفير هذه المبالغ المالية لإيجاد مصل في إطار جهد دولي عالمي. المجتمع الدولي الآن يحاول أن يصل إلى مصل أو لقاح فاعل ناجع يمكن أن يضع حد لانتشار هذا الوباء حول العالم. وأعتقد أنه ربما الحكومة البريطانية تضع خطة الآن، هناك تجربة سريرية سوف يتم تجربتها في الأيام الحالية، ربما اليوم أو غدا كما أعلنت الحكومة البريطانية. هي قامت بالفعل قبل حوالي 10 أيام بإجراء تجربة على مصاب بفيروس كورونا، وقالت أنه النتائج حتى الآن تشير إلى أنها طيبة، ولكن الاعتماد أو التعويل على هذا النص أو هذا اللقاح لم يكون قبل الخريف من هذا العام أو ربما بداية العام القادم. فنحن الآن في مرحلة تجريبية حتى يمكن إجراء تجارب تصل بالفعل إلى اللقاح، بعدها بالفعل تكون هي المادة التي تقف أمام هذا التحشي لوباء كورونا. ماذا عن القطاع الصحي؟ ما هي المشاكل التي يعاني منها الآن؟ القطاع الصحي الآن يعني كما يوصف في بريطانيا بالجيش الأبيض، هو الآن يتحمل الخط الدفاع الأول لمواجهة تفشي وباء كورونا. هناك الآن محاولات جاهدة من الحكومة البريطانية أن تخفف إلى حد كبير الضغوط المتزايدة على هذا القطاع، ونحن نعلم أن هذا القطاع قبل تفشي وباء كورونا كان يعاني الكثير من
النقص في الامدادات والمستلزمات الطبيه وايضا فيما يتعلق بالموارد الماليه. هي الان تحاول ضخ الكثير من الميزانيه الماليه لهذا القطاع، تحاول ايضا الان دعوه، هي قامت بالفعل بدعوه الاطباء واطقم الخدمات الصحيه الذين طلعوا على المعاش او التقاعد مؤخرا للانضمام الى الاطباء العاملين الان، بدات بالفعل في تحديد عدد من المراكز حول بريطانيا، قامت بتحويل مركز اكسل للمعارض الى مستشفى ميداني يستوعب اكثر من 400 سرير، وايضا هناك الكثير من المراكز التي سوف تتحول الى مستشفيات لعلها تحاول تخفيف الضغط على المستشفيات الاساسيه في بريطانيا. ايضا هي تعمل الان على توفير الاجهزه الصحيه اللازمه للعمل وايضا الادوات المطلوبه المتعلقه باجهزه التنفس. هي قامت بالفعل بالتعاقد وطلبت من عدد من الشركات، هناك بعض الشركات التي اعلنت بالفعل انها قامت بانتاج ما يقرب من 10,000 جهاز للتنفس الصناعي يمكن استخدامها. هي في مرحله التجربه، القطاع الصحي الان يحاول ان يصدر اقصى ما لديه اعتمادا على هذه الموارد، وايضا نحن نعلم انه هناك الكثير من المصابين في بريطانيا الذين يقال انه لديهم اعراض خفيفه او توصف بانها خفيفه او متوسطه، تطلب منهم الالتزام بالعزل الذاتي داخل المنزل الا في حاله وصلت هذه الاعراض في المرحله الخطره، عند هذه المرحله يمكن ان ينقل الى المستشفى يتم علاجه. طيب اخيرا استاذه عزه، يعني الحزم الاقتصاديه المقدمه من الحكومه البريطانيه للمتضررين جراء يعني فقدهم لاعمالهم من فيروس كورونا. هذا يتحدث بالتحديد او يتركز بالتحديد على اصحاب المشروعات او الاعمال الصغيره والمتوسطه. صحيح. هي سوف تقوم بتقديم ما يقرب من 2500 جنيه استرليني شهريا لمن يتضرر من اصحاب هذه الاعمال، ولكن هذه المبالغ لن تصل الا بدايات شهر يونيو القادم اعتبارا من بدايه السنه الماليه الجديده في بريطانيا والتي سوف تبدا بعد ايام قليله. نحن نعلم ان بريطانيا سوف تقوم ببعض، هي وعدت كما قال وزير الماليه البريطاني بتقديم هذا الدعم في محاوله منها يعني انقاذ اصحاب المشروعات المتوسطه والصغيره. عليهم الان تقديم ما يثبت بالفعل الاضرار التي مست هذه الاعمال والخسائر. هي تحاول ايضا ان تضخ بعض الاموال، حزمه كبيره من المليارات سوف تضخها في الاقتصاد البريطاني. نحن نعلم ان الاقتصاد البريطاني يعاني كثيرا ليس فقط بسبب بريكزيت ولكن نعم. ايضا نزيد عليه بفيروس كورونا. حزمه الانفاق تصل الى حوالي 39 مليار دولار في محاوله للحد من تاثير وتداعيات فيروس كورونا على الاقتصاد بشكل عام وعلى اصحاب المشروعات الصغيره والمتوسطه في شكرا جزيلا لك يا سيده عزه زفتاوي الكاتبه الصحفيه، كنت معنا هاتفيا من لندن.